ابدأ يا باشا. اتعرض عليك تيجي مدارات الاخرى؟ مين عرض عليك وكان امتى؟ اقرب الناس في البلد عندي، ناس اصدقائي من البلد وفي الجيزه، في محافظه الجيزه في امبابه. ماشي. واقرب الناس يعني ليا تكاد يكون اولاد عموماتي يعني. عرضوا عليا ان انا انزل معاهم يعني واروح في بتاع الصام رابعه. ماشي. لما وصل لهم تليفون مني من جماعه عندنا ان انا بنزل، سعيد بينزل التحرير وبيروح بيقف مع الجيش ومش عارف ايه، فازاي انت راجل ازهري، طب ما بتروحش رابعه ليه؟ طب انا اروح رابعه اعمل ايه؟ اروح رابعه عشان اجي لما مؤاخذه معلش اجي بطانيه ولا اجي في ملايه يعني ولا يسيل دمي؟ طب مين اللي هيضربك؟ ما حدش هيسيل دمي غير الاخوان. انت خفت يقتلوك هنا؟ طبيعي. طب انت عرضوا عليك مقابل فلوس ولا؟ طبيعي، لان انا كنت شاهدت في فيديوهات ان هم اللي يعني الناس بتقتل بعضها. فاللي بيقتل اخوه وماشي معاه في مظاهره ما يبقاش مسلم، لان الدم حرام وحرمه الله عز وجل. انت كنت حاسس ان الاخوان بيقتلوا بعض الناس في المظاهرات بتاعتهم؟ طبيعي، بيقتل بيد اخيه، بيد اللي ماشي معاه. وانا شفت ان واحد ماشي جنب واحد وراح مطلع المجروده او اللي هي السلاح اللي هو المقروط الصغير. السلاح الصغير ده طبعا. وراح ضربه طلقه في جنبه. شفت فيه ده حادث في مظاهرات كانت يوم ما راحوا من التحرير لحد ميدان لحد الاتحاديه. المسيره دي كانت من التحرير لحد الاتحاديه. انت كنت معاهم؟ انا كنت ماشي ورا. كنت ماشي ورا في اليوم ده، كان محرم عليهم دخول التحرير خالص. وقالوا هروحوا يجيبوا على الايه، هروحوا على الاتحاديه. ليه؟ مرسي محجوز هناك. دكتور مرسي محجوز ايام الحرس، حرس الجمهوري. حرس الجمهوري. كنت معاهم بالليل؟ لا، كنت معاهم العصر. وبالليل طبعا جيت الساعه. بس الضرب كان الصبح؟ لا، الفجر. في لا، ضرب الجنود كان الصبح. كانت الساعة 5:30. صحيح، لقطة شهيرة. تمام. ضرب الجنود كان الساعة 5:30 الصبح. ماشي. وقالوا ان الاخوان قالوا ان هم انضربوا وهم بيصلوا الفجر، مع ان الفجر ما كانش الساعة 5:30. الفجر كان الساعة 3:30. لكن الواقعة انت شفتها دي امتى؟ الواقعة دي كانت ما بين العصر والمغرب. في مسيرة ماشي، وواحد ماشي جنبه مدرعة، وانا وراه بحوالي بتاع 10 متر. انا وراه بحوالي 10 متر. وكنت رايح يعني كنت رايح مجبر. ليه؟ لاني لو ما روحتش يعني من الاخر خالص ما تعرفناش. قريبه. ما تعرفناش. شفت ايه بقى؟ احكي لي الحكايه. واحد لابس جلابيه بيضه ماشي، وجنبه واحد لابس لمازه قميص وبنطلون، والمدرعه بتاعت الجيش ماشيين مع يعني هي ماشيه كده، فهم بيهتفوا. طبعا الجيش مش هيضرب بايه، مش هيضرب من الباب للطاق، او مش هيضرب ناس ساكته. ماشي. فماشيين انا وراه، سمعت صوت ضرب نار. فجريت، لقيت وانا بجري، لقيت واحد بياخد بطرح، مطلع الشنطه من جيبه من السياله بتاعته من الجلابيه ماشي، وراح مديها لزميله وراح طالع يجري. اللي جاري ده خبط فيا وانا ماشي. السلاح ده وقع منه. فراح حط. مين اللي موت؟ قال لي اجري اجري، الجيش بيضرب. اجري الجيش بيضرب. يعني انت شفت واحد بيضرب واحد ويدي السلاح لواحد تاني يجري. دي حصلت فعلا. الكليب ده شهير. فعلا حصلت. شفتها انت؟ شفتها. انت موجود؟ فعلا حصلت. فعلا حصلت، وانا شفتها وكنت وراه ب 10 متر. ده كان شاب اللي مات ولا ايه؟ لا، كان راجل فوق الاربعينات. كان راجل فوق الاربعينات. حلو دي. ماشي يا ابو سعيد، تسلم. تمام.